ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إلى آخر الآيات من سورة البقرة. وعنوان هذا اللقاء وصايا أو من وصايا الأنبياء. هذه الآيات من سورة البقرة حملت أعظم وصية من وصايا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لأبنائهم وذرياتهم ولأممهم، وهي أعظم وصية. والآيات من بدايتها ربنا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم هي التوحيد، وهي الحنيفية السمحة. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قانتا لله حنيفا، الحنيف هو المائل عن الشرك، وقيل هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. فبالمعنيين لكلمة الحنيف بالمعنيين يصير المعنى هو التوحيد ومجانبة الشرك وأهله. عشان كده ربنا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم اللي هي التوحيد والحنيفية مجانبة الشرك والمشركين. عشان كده ربنا لما يتكلم عن إبراهيم ربنا قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فبارزهم العداوة والبغضاء وكفروا بقومهم، قومهم هم ذاتهم أهلهم. ليه؟ لأنه النازل أشركوا بالله. عشان كده لما ربنا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ملة إبراهيم التوحيد ومجانبة الشرك وأهله ومجانبة عبادة الأوثان والأصنام. عشان كده إبراهيم قال يا ربنا شنو؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. دي ملة إبراهيم. يلا ربنا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والسفيه هو الجاهل، وكل جاهل سفيه وكل سفيه جاهل. وقالوا معنى الآيات دي أصلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبر من أحبار اليهود وبعد ذاك أسلم. فلما أسلم عنده اثنين من أبناء أخوه، يعني هو عمهم، واحد اسمه سلمة والثاني اسمه مهاجر. فقال لهما بعد ما ناداهما الاثنين سلمة ومهاجر قال لهما إنكما لتعلمان أن الله عز وجل قال في التوراة إني سأبعث نبيا من ولد إسماعيل اسمه أحمد فمن كفر به فعليه لعنة الله. قال لهم ده نص في التوراة ربنا أنزل، أنتم عارفين النص ده. فأسلم سلمة ورغب
عن ملة إبراهيم وعن الإسلام مهاجر أبي يسلم. فأنزل الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ده في منه؟ في مهاجر وفي كل من رغب عن ملة التوحيد وعن ملة إبراهيم. وأيضا الآية تشمل كل من أشرك بالله وعبد القبور والقبب والأضرعة وعبد الشيوخ والفقر والفكية. ده سفيه، سفيه. والآية قالت ده سفه إلا من سفه نفسه. شماز يقول لا لا، قلت سفه ليه وما تسبوا الناس؟ الله قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. واحد هنا في بحري طبيب أظنه بتاع عظام، وقام رد عليه قال: لا ما في سب، والأثر نقلته من البغوي كذب. الأثر موجود بنصه، لكن هو اللولو والكلام من البغوي، ورجعنا الحمد لله لقينا موجود كما أوردناه. أما مسألة السب الهو بنكره. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ربنا جل وعلا قال: سيقول السفهاء من الناس، وغير من النصوص والآيات. ولكن إذا كان هذا الأمر يجر إلى سب الله سبحانه وتعالى فإنه يترك، لقوله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فده الأمر كده أمر ثابت. وقد عاب النبي عليه الصلاة والسلام آلهة المشركين، موجود في مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب، موجود في مختصر السيرة لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، موجود في كتاب تفسير البغوي، موجود في كتاب زاد المعاد، موجود في البداية والنهاية لابن كثير، موجود ومسطر في كتب أهل العلم. مش كان بيسبوا آلهتهم وبيعيبوها بس. معاذ ابن جبل ومعه معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عن الجميع، أبو معاذ بن عمرو بن الجموح اللي هو عمرو بن الجموح رضي الله عنه، لما كان مشرك كان عنده صنم، فلما أسلم معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح كان بيشيل الصنم ده يمشي يرموه وين؟ يمشي يرموه في بير، يرموه في بير بتاع زبالة. يجي الصباح يفتش 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 يلقى جوا البير، يرفعه يغسله يحمي الصنم والإله بتاعه يرجعه تاني، يرجعه في المرة الثالثة، رجعه وربطوا به كلب، فطيصة بتاعت كلب ميت، ربطوه جروه ورموه جوا. وفي المرتين الأوائل في مرة من المرتين الأوائل أداه سيف، قال له: دافع عن نفسك، إذا أنت أصل إله دافع عن نفسك، فما قدر. ففي المرة الثالثة لقى الكلب الميت الفطيس مرمي فوقه، والصنم حالته مبهدلة وأصله هو مبهدل الصنم. المهم في النهاية أسلم وعرف إنه ده ما إله أصلا. فهكذا فعل الصحابة كما فعل هذان الصحابيان الجليلان رضي الله عنهما. لكن ده لما تؤمن شنو يا جماعة؟ المفسدة التي هي أكبر من المصلحة. المهم فده إنكار بجهل أصلا. وأنا بتعجب، زول يقول لك: لا ما تسب المشركين، وهي سبك أنت. أزول ده الدكتور ده عمل 6 ساعات أظن شريط فينا ولا تسجيل، أنا ما سمعته زي ما أخوان، ولا أنا فاضي ده أسمع لواحد زي ده ما عنده شغله ولا عنده علم أصلا بالشريعة ولا عنده علاقة بالدعوة الصحيحة أصلا، فيسبنا. هؤلاء جهلة وهؤلاء سفهاء. طيب أنت ما قلت ما يقولوا لديك، انت مجنون ولا جنون؟ انت قلت على الشرك ما يقولوا لهم كده تقولوا فينا؟ شوف اي زول بيتفلسف وعامل فيها خلاص الوضع ظريف وداردي، يبقى لهم ظريف للصوفيه ويقول لهم دقيقه بالراحه وارقد واقعد. اي واحد عامل فيها ظريف بتلقاه هين ولين مع اهل البدع، وتلقاه اشد الناس عداوه لاهل الحق. انت لاحظ الكلام ده. شوف اي زول يقول لك انتوا بتسبوا ولسانكم حار،
في نفس الوقت تلقاه سلم منه جميع أهل البدع وعباد القبور والقبب والأضرحة، وتلقاه يسب دعاة التوحيد. أنت لاحظ الكلام، كلامي خلي أنت براك لاحظ الكلام. شفت كيف؟ على الأقل جيب الكرسي ده يا مازن، خلي عمنا ده يقعد، جيبه هنا العم. شفت كيف؟ فسلم منهم أهل البدع، وما سلم منهم أهل الحق وأهل السنة. وده إجرام عجيب من هؤلاء يا جماعة، كلهم أنا تابعتهم يعني سيرهم، حتى ما سمعت له بيقولوا لي كلامه، في النهاية تلقاه شديد وغليظ على أهل الحق. المهم قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم. طيب هو ما مسلم إبراهيم، كيف تاني يقال له أسلم؟ قال: قيل له أسلم أي استسلم لله، وقيل أسلم أي أخلص جميع أمرك لله سبحانه وتعالى، وقد أخلصه، ولكن هذا له ولنا من باب أولى وأحرى. طيب قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يبقى وصيتهم كان شنو؟ إنه يخلص دينهم لله سبحانه وتعالى. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب قيل بلا إله إلا الله، قال البغوي أي بلا إله إلا الله. وأي إنسان يترك التوحيد ويترك لا إله إلا الله ده سفيه وجاهل وسفه نفسه. شكد البغوي قال: فكل من عبد غير الله فهو سفيه جاهل. كل من عبد، اسمع الكلام ده كويس، قال البغوي رحمه الله: فكل من عبد غير الله عز وجل فهو سفيه جاهل. أي إنسان يشرك بالله ويترك عبادة ربنا الخلق، البغوي نقل عن نقل قال: فهو سفيه جاهل. وده الحاصل الليلة يا جماعة، زول تلقى بيعبد ربنا تلقى أموره كلها مجية، زول الموحد حتى لو ربنا ابتلاه ببعض الابتلاءات من الأمراض وبعض الابتلاءات والامتحانات الأخرى، إذا ثبت فيها واحتسب وأخلص، دي إنما هي لرفع الدرجات وتكفير السيئات ورفعه في الدنيا ورفع ذكره في الدنيا وكذا رفعه في الآخرة. لكن الإنسان إذا صبر واحتسب وأخلص. أما المشرك اللي بيعبد غير الله، والله أموره كلها مجهجة، أموره كل حتى لو عنده قروش برضه ما مرتاح، حتى لو عنده مال قارون ما مرتاح. هو قارون ذاته كان مرتاح؟ قارون ذاته صاحب المال كان مرتاح؟ ما مرتاح، لأنه مشرك وكافر بالله سبحانه وتعالى. عشان كده الإنسان المخلص والموحد والصالح هو المرتاح. ربنا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حتى الأمن والإطمئنان والسكينة والوقار إنما تكون للموحد. ربنا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ما خلطوا توحيدهم وإيمانهم بشرك، لأن الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ربنا قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حتى العلم الشرعي ربنا يعلم للموحد. ربنا قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، والتقوى لا تكون أبدا إلا بالتوحيد، إلا بالتوحيد. فالمتقي هو صاحب الجنة، والمتقي هو الذي يعلمه الله، والمتقي هو الذي يرزقه الله ويجعل له من كل ضيق مخرجا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فدي كانت وصايا الأنبياء لأبنائهم ولذريتهم حتى وإن كانوا أنبياء. ربنا قال: ووصى بها، أم كنتم شهداء، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، شو الوصية بتاعته حين الموت، والزول عند الموت وفي لحظات الموت بيوصي بأعز شيء، أعز شيء عنده ما كان قطع أراضي ولا كان عربات ولا كان بيوت ولا كان غيره، أعز شيء عنده إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. توحيد، توحيد كمان الألوهية الذي معناه وتعريفه إفراد الله بالعبادة، عشان كده قال لهم ما تعبدون من بعد. ده همه إنه يعلم أبناءه التوحيد، توحيد العبودية والإلهية والألوهية وإفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم الإشراك بالله. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك، ناس موحدين تمام، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ده الدين يا جماعة، الدين ده هو التوحيد، والآيات دي دلالة واضحة إنه دين الأنبياء كلهم والرسل كلهم كان التوحيد وإفراد الله بالعبادة. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. وهنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهنا قال لهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. يبقى الموضوع كله دائر في توحيد العبادة، توحيد الألوهية، ودي الدعوة الصحيحة هي التي تركز أكثر ما تركز على توحيد الألوهية. لكن الليلة بقى عندنا مشكلة ثانية في البلد دي، إنه جماعة دل بقى يشركوا حتى بالربوبية ذاته، دل بدل ما حيرونا ناس أبو لهب وأبو جهل كان شركهم في شنو يا جماعة؟ في الألوهية. أما الربوبية الخالق والرازق وكل ده عارفينه ربنا، ربنا قال ولئن سألتهم من خلقهم، الخالق الخلق منه، إذا سألت المشركين ليقولون الله في آيات كثيرة جدا. يبقى موضوع الربوبية عارفينه، لكن حقين الليلة ديل مشركين الليلة ديل أشركوا حتى في الربوبية. فنحن بقيت عندنا مصائب، ما مصيبة واحدة، مصائب. داك يقول الدكتور تاع جامعة أم درمان قال إنه قالوا هسه شالوه برا والحمد لله، المهم حسب ما نقل إلينا، فقال إنه نمشي للشيوخ في السودان ندفع القروش يدون المطر ويلين فيك وهاب، يقول لك أسأل الله كم، قال هاب تسأل الله والله برضو ما بدي، لكن الشيوخ شنو هم اللي بدوا الله ما بدي المطر، ده عنده كده في عقيدته، ده شرك في الربوبية يا جماعة، ده ما كان عن أبو جهل ولا عن أبو لهب، الشرك في الربوبية زي ده لا عن أبي جهل ولا عند أبي لهب. يبقى ده بيتطلب من دعاة الحق، أنا سقت الكلام ده ليه؟ إنه ده بيورينا عظم المسؤولية اللي في أعناقنا يا جماعة، أنا لازم ورطة ورطة تقيلة، شرك في الربوبية، شرك في توحيد الألوهية، إنكار لصفات الله سبحانه وتعالى وتعطيل وتحريف لصفات الله سبحانه وتعالى، فضلوا في جميع أنواع التوحيد، ألوهية، ربوبية، أسماء، صفات، كلها ضلوا فيه. واحد بناظر في عبد أبيكر ذاك الرحمن قال للوهابية يقول لك الرحمن على العرش استوى، والله زي ده تكلم وهابية يا ناس، القرآن ده نص القرآن صريح القرآن، والله قال زي ده، قال الوهابية يقول لك الرحمن على العرش استوى. مشينا كأنه عمل محاضرة قبل المناظرة، حضرناه وسجلناه كتبناه، المهم بعد ذاك ما خلاني أرد، وبعد ذاك ربنا قدر حصلت المناظرة في أم ثلاثة في الجزيرة. فقال كده في ضمن كلامه، قال
قالوا أبي يقول لك الرحمن على ايش استوى؟ شبهوا الخالق. قال يا أخي ده كلام الخالق، الرحمن على العرش استوى في صورة طه، ثم استوى على العرش في صور أخرى الأعراف وغيره. فدي زول مجرم. فنحن الآن بقينا عندنا مشاكل في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. يبقى أنتوا كدعاة للتوحيد وطلاب للعلم، والله المسؤولية في رقبتكم مسؤولية عظيمة وخطيرة في نفس الوقت. ومهما اشتغلنا واشتغلتوا دعوة إلى التوحيد الليل والنهار والصباح ونص الليل والثلث الأخير من الليل شغال محاضرات مثلا، وبعد الصبح وبعد العشاء، لسه ولا أظن شعرة في محيط. والله يا ما الموضوع ده طويل، والشغلة دي شغلة صعبة، ولكنها يسيرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. المطلوب مننا إننا نستعين بالله ولا نعجز. شكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه، وقال استعن بالله ولا تعجزن. أزول ما يعجز، استعين بالله. اثنين، فاتقوا الله ما استطعتم. وده تخفيف من ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان يعمل الحاجة شنو يا جماعة؟ بيقدر عليها، لكن ما يكون يائس من هداية الناس، وإنما أنت تزرع البذرة كزول داعي للتوحيد، وتقدم الخير، وتدعو الناس للتوحيد، وتصبر على الأذى. دعوة التوحيد دي فيها أذى، أذى عظيم قد يكون نهايته كتلك عديل، يضحوك عديل، تكون ماشي بالشارع ده يلموا فوق اثنين دراويش ممكن يخنقوك يقتلوك بجد والله. فده كله انت تكون متوقع الكلام ده، صح؟ زول ما يتمنى الشر ولا يتمنى الابتلاء ويسأل الله العافية، لكن انا بقول لك ده قد يحصل لك، لانه ربنا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يعني يوحدوا الله، يعني هم قائلين حيتركوا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم، تبا تعالى الناس اللي قبليك أنبياء ورسل، بل أولو العزم من الرسل، حتى ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ليه أولو العزم من الرسل حصل لهم شنو؟ صلى لهم ابتلاءات عظيمة يا أخي، ابتلاءات عظيمة جدا. الرسل حصل لهم ابتلاءات، ربنا قال ولقد فتن الذين من قبلهم، تبا تعالى الناس اللي قبليك حصل لهم ابتلاءات وفتن وامتحانات، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بس الإنسان يخلص النية وقدم الخير في أي مكان، وجعلني مباركا أينما كنت، في أي مكان، هنا في الحلقة في البيت، وأبدأ دائما ببيتك، ببيتك أبدأ بأمك وهي أحق الناس بحسن صحابتك، وأبوك بعد أمك، وإذا متزوج أبدأ بزوجتك وعيالك وأخواتك وكلمهم، خالاتك وعماتك أبدأ بهم. وأول حاجة تبدأ بها كان في بيتكم، كان مع أمك، كان مع أبوك، التوحيد. ما تبقى داعية بليد تجي تمسك بس الغنى، كسر أشرطة الغنى وفرفور كسر أشرطته، لا، أبدأ أول حاجة بالعقيدة. ما يسمعوا المداحين ديل، مداحين ديل خير منهم فرفور ذات ولو بيجي يمدح، المهم البلد جاطر. فالشرك الخلاصة انه الشرك شنو؟ اخطر من باقي المعاصي حتى لو كانت كبائر. فانت لو عرفت المعلومة دي انه الشرك اخطر من اي جريمة ولو كانت كبائر، يبقى تعالي الشرك اول حاجة، بعد ذاك تمشي لشنو يا جماعة؟ للحاجات الثانية. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في حديث معاذ، حديث ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن رضي الله عن الجميع، قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن شنو يا جماعة؟ يوحدوا الله. دي أول حاجة تدعو لها الناس في بيتك، زوجتك، أبوك، أمك، تدعوهم أول حاجة للتوحيد. وخلي نقاشك دائما في الشرك ما يكون كلام عام زي التوحيد اللي بيسموه الحزبين توحيد، يقول لك والله التوحيد لذيذ، لذيذ ده محل هناك، وما اعرف ليه قال الشرك خطير،
وشنو ما بعرفه. لا هذا ما التوحيد، ولا دي دعوة الأنبياء، دي ما دعوة الأنبياء. دعوة الأنبياء كان فيها تفصيل، لما دعاهم نبيهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. ده الكفار، ده كلام الكفار، ده ما كلام المسلمين. شوف شرحوا معنى لا إله إلا الله كيف، معناته شنو؟ لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ده شرح إلى لا إله إلا الله ولا ما شرح؟ ده كلام المشركين. نبيهم فهمهم التوحيد لحد ما المشركين ذاته فهموا. تيجي تركب المنبر حزبي وجايبه دكتوراه ومين جامعة المدينة، حامل زحمة في الطيارة يا أخي. إن كان جابوا لنا تيس ركبوه كان أكلنا لحم واستفدنا منه خير من الجدع. دكتوراه قال من جامعة المدينة، جاي طاير من هناك وعامل زحمة في المسجد النبوي وعامل زحمة جموة زمزم، خسارة. يجي من هناك يطلع المنبر التوحيد لذيذ لذيذ، ده هناك في الأمارات كلم وفصل للناس، فصل للناس توحيد يعني شنو؟ ما تستغيث بغير الله. القبب دي بتخالف التوحيد، والأضرحة والشيوخ والفقراء والطرق الموجودة دي كلها بين للناس، وجيب المدايح الشركية دي فصلها للناس إنه ده شرك، وإلا ربنا علمك علمك ورفعك. وحافظين القرآن، حفظهم القرآن، حفظوا جزء كبير من السنة، وده عنده دكتوراه في العقيدة، وداك دكتوراه في شنو كده الفقه، وده دكتوراه في شنو ما بعرف الأشاعرة ومذهب أهل السنة، وفشل فشل يا أخي. يجيبوا مع مناظرة مع اللي زيرك مرمض بيه والواطة ومسح بيه والجزمة، شال له آيباد، تقول جاي ياكل اسكريم لولي، يشخد في الآيات في الآيباد، يشخد في الآيباد كده، وده ينشر بالشرك، وده شغال يكشر بالآيباد، ده محل قشرة يا بليد. تضيعوا الزمن وتضيعوا المنهج وتضيعوا العقيدة في قلوب كثير من الناس يا أخي، وبعد ده ما بيخجلوا بعد ده. والله أريته لو مشى قفل نفسه وخجل واستحى على دمه، لكن إذا لم تستحي فاصنع بعد ده، فاصنع ما شئت. بعد ده ما بيستحي رئيس المجلس العلمي، هو أنه المجلس هو طرابيزة ما عنده مجلس، ما في غرفة، ما في أي حاجة، هو هبوب نمور من كراتين يا أخي. دي أفلام كرتون والله، دي ما حقيقة أصلا. وده رئيس المجلس العلمي ما قادر يناظر ذول، مشرك، ما قادر يقول لا الله واحد وشغلكم ده شرك، ما دي ما قادرة. قال لي أسمع، بن باز كفر الصحابي، شفتوا؟ هاي قال شفتوا، قال كده ثبتت على شنو؟ على بن باز رحمه الله. وحاشا بن باز ما كفر صحابي، هو الكلام اللي في فتح الباري تعليق بن باز سعيد، جبنا الفتح ذات ونفس الصفحة، الشيخ بن باز بيدافع عن الصحابي، قال ما ممكن الصحابي يعمل كده أصلا، قال فالأثر ده ضعيف ما صح عنه، لأنه ما ممكن صحابي جليل يسوي كده. يبقى بن باز كفر الصحابي ولا دافع عنه؟ هي المجرمين وما دارين يقروا إنهم جهلة، شيوخ بتاعنا الحزبين ديل ما دار يعترفوا. وبعد ده في ناس متابعينهم صاحبي قلة قليلة يعني بعدد أصابع اليد، لكن بعد ده ديل ذاتهم القلة ديل ما دار يعترفوا. عشان تشوف الحزبية والعصبية والتصوف الذي جاء بثوب جديد، ده ذاته نوع من التصوف. يقول لك لا 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 ما تردوا على شيوخنا، ده تصوف ولا ما تصوف؟ تصوف. فالمهم والله المسؤولية في رقبتكم يا جماعة، مسؤولية كبيرة كبيرة جدا، وهي أن تدعو إلى التوحيد. أنا واستغرب واحد إمام يعني يكون سلفي منهجه صحيح يقول لك والله ما أعرف يتكلم عن الجمعة عن شنو، ما أعرف كيف. والمفروض أنتوا أكثر ناس تكون عارفين الموضوع، صح ولا ما صح؟ ده ما يمنع أنك تحضر طبعا، لأنه القرآن كله توحيد. الليلة جبت الآيات دي، بكرة أجيب الآيات دي، جبت الآيات دي بعد ذاك جيب الآيات الغيرة فكلها، لكن في شنو يا جماعة؟ في العقيدة. نوع للناس، ولكن الكلام كله في النبي شنو؟ في العقيدة. تكلم الليلة عن دعاء غير الله، خطبة تكلمت. المرة الجاية تعال اتكلم عن حديث ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، اشرع الحديث ده، استعنت فاستعن بالله. المرة البعدية تعال اتكلم عن حديث صحيح مسلم، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، اشرع الحديث. نوعته ولا ما نوعته؟ نوعته، لكن العقيدة
العقيدة. مرة جاء تكلم عن الذبح في القبور والقبة والأضرحة، يبقى الآيات والأحاديث، وصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الآية، يبقى الحديث دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، وأربط الكلام ده بالواقع الحاصل الليلة. الناس اللي بيشيلوا الخرفان يضعوه عند الكبب، والنساوين الماء عند انجنى بيمشوا للشيخ يديهم جنى، لو الله أداهم جنى بعداك بيقولوا ده الشيخ، بيشيلوا الخروف يضبحوا للشيخ في القبة، يأكلوا الحيران يأكلوا السم. أشرح لهم وريهم خطبة ولا ما خطبة؟ خطبة فصل الناس. أنا بستغرب. المفروض أنت أكثر زول يكون عندك مواضيع، ولما تموت تخش القبر مواضيعك ما بتكمل ومنوعة كمان، لكن زول الأصلا ما هم التوحيد يكون ما عنده موضوع، يكون ما عنده أي موضوع، يكون عنده موضوع واحد لا في بوزي جماعة بتاعنا العفج ذيل، لا فينا الجوامع الجوامع إن فوز الإنسان فلاح الإنسان فقط الكلمة دي الجملة دي صحيحة، لكن أنتوا لا فايزين بمنهجكم ده إذا 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 قابلتوا ربنا عليهم إلا التوب. منهج ده منهج أهل بدع لا يرضاه الله ولا يقبله الله سبحانه وتعالى، ويحاكوا الباكستانيين ديك في لف العمة وفي طريقة الكلام. يا أخي أنت بتتكلم لغة عربية تحاكي ذاك ليه؟ يعوج لسانه ضدك، وذاك بيحاول يعوج عشان يبقى زي ده، وده يعوج عشان يرجع زي ذاك. يا أخي دي ذاتها حزبية وغباء وعصبية وبهيمية عجيبة جدا، وآلاتهم لو حاكوهم في ده بس في المنهج الباطل ذاته وفي الدين الباطل بتاع القبب والقبور، لأنه جماعة اللي في مركزهم في الهند في مدينة دلهي فيه 4 قبور تعبد من دون الله، مركز 6 طوابق. هم طبعا بينكروا الكلام ده، والحمد لله واحد مشى ليه دلهي وصوروا بالفيديو وصور القبور قبر محمد الياس كان دهلوي الدهلوي، وأظن مرته وابنه شنو 4 كلهم جوا جامع مدفونين، وتعبد هذه القبور من دون الله، صور بالفيديو رفعها في اليوتيوب، تلقى في اليوتيوب. كان بينكروا الكلام ده، قالوا لا ما في فيه، وكتبهم كلها كتب بتاع الشرك بالمناسبة، ككتاب تبليغي نصاب كله شرك، كله شرك وعبادة لغير الله عز وجل. شفت كيف؟ عشان كده الشيخ الألباني العلامة الإمام الألباني عرفهم في كلمتين، ودي أصدق كلمتين اللي جيتها في هؤلاء، قال صوفية عصرية، والله ده أصدق تعريف لقيته اليوم. فالمسؤولية والله كبيرة، نحتاج لعلم تعلم العلم الشرعي وتخلص النية وتجتهد في الدعوة ما تتكاسل، لابد نملى الواطة دي كلها دعوة بإذن الله سبحانه وتعالى وتوحيد، وناس يعرف ربنا سبحانه وتعالى، ولا نحن نازلين انتخابات ولا نحن حزب سياسي عرفتها، ولا دارين من الناس شكر، ولا يوم من الأيام زول فينا بيحلم حلم إن يبقى والي ولا يبقى رئيس دولة، لا والله دي عندها ناس. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويصلحهم ويصلح هموم البلاد والعباد، والله بندعو لهم في سجودنا لا نفاقا ولا رياء، لكن ده منهجنا إنه ندعو للحاكم بالصلاح، لأنه بصلاحه يصلح البلاد والعباد، وبفساده تفسد البلاد والعباد. إحنا ما زي الحركيين ودعاة الفتن الليلة العاملين جوطة في العالم وخروج على الـ على الـ على الحكام، وده قبضوه قالوا دايرين يعدموه الجماعة مقاومين الواطن وما مقعدنا ليه يعدموه؟ إحنا والله يعدموه ما يعدموه دي بطريقة يعني الحاكم هناك جزاه الله خير، ونسأل الله عز وجل يوفق لما يحب الله ويرضاه. لكن أنا بتكلم عن إنه الناس ديل ذاتهم دعاة الفتن ديل الآن كانوا سبب في قتل 100,000 من المسلمين والأطفال واغتصاب النساء وقتل النساء والرجال، صحيح ولا ما صحيح؟ حتى واحد من أعظم دعاة الفتنة قال أنا ما عندي مشكلة إنه يموتوا 3 مليون مسلم حتى تنجح الثورة. الصلاة هنا يا شيخ. حتى قال ما عندي مشكلة يموت 3 مليون مسلم حتى تنجح الثورة. يجوا الليلة يتباكوا وإنه ليه قبضوا يقبضوا جوا عينه ذاته. لأنه ده ناس مجارمة وناس أصلاً أفسدوا البلاد والعباد. واحد فيهم ما مشى الجهاد اللي بيقولوهم جهاد وما جهاد. لكن واحد فيهم ما مشى ولا واحد. وأبنائهم بيقولوا في فرنسا في بريطانيا وباريس وين
أبنائهم بيقولوا هناك ويمشوا أبناء المسلمين ويقولوا ما عندنا مانع يموت ويتكتل 3 مليون مسلم، ما عندنا مانع. قال ده ما إجرام يا جماعة. وليه الناس الجايطين ده اللي ما بينظروا للمسلمين الماتوا؟ بسبب فتاوى دعاة الفتنة هؤلاء. ليه ما يعانوا للأسر اللي شردت؟ ليه ما يعانوا للنساء اللي اغتصبن؟ ليه ما يعانوا للأطفال اللي ما عندهم ذنب طبحوهم ورموهم في البحر؟ بسبب هؤلاء شيوخ الفتنة. المهم الواقع والله صعب، وأنا ما داير اسكم لكن دايركم تجتهدوا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. لأنه يوقف الحلقة أو تحصل جوط أو مشكلة توجيهكم شنو لأخواننا؟ أول حاجة يا جماعة، الحلقة لما يكون عندك حلقة أو منبر أو ركن أو مناظرة أو درس، وبالذات حلقات الشوارع دي لأنها يعني الأصعب، يجي زول ده ريكورك من برا. بعض إخواننا الواحد بحسن نية بحسن نية يقول لك ده يرد عليه، يقوم يمشي يرد على ذاك ويطلع ورا اخونا المشى ده 3 ومع كل واحد من 3 3 يبقوا 9 زي ذاك 10 ومع كل واحد من 10 2 بقوا 20 بقت حلقتين. كانت كم؟ كانت حلقة واحدة متحدثنا مثلا فلان، الآن بقت كم؟ حلقتين. حلقة واحدة متحدثنا مثلا شيخ نبيل سلفي، والحلقة الثانية المتحدث هو شنو؟ المبتدع ده ذاته. العمل منو الحلقتين؟ انت ذاتك السلف المشيت تلاحق الزول لك، فمشيت دار تدرأ مفسدة عملت كم مفسدة؟ المفسدة اللي بعديها يجوا الناس الشرطة ولا غيره ملقوا البلد جاطط وديل جايطين وديل جايطين ودار يتضاربوا يوقفوا لك الحلقة، وأصلا داك ما عنده حلقة أصلا وما خسر أنا معاه، هو وقف لك الحلقة والسبب انت ذاتك، سبب ما هو. خليه كورك كورك من برا. حتى انا بقول اخواننا ما يلتفتوا له، لانه لو التفت له كده الناس اللي قاعدين جوا الحلقه كلهم شنو؟ بيلتفتوا. التفات ما تلتفت، طوالي تعايل لمتحدثك، حتى لو قبيل كنت مشغول بحاجه لما جاي يجوز زول برا طوالي تعايل للمتحدث بتاع كلنا ننتبه له. يا سلام، اها هو داك بيفوت، عرفته؟ مش نتلفت كده، وكمان مش نتلفت، نطلع نمشي له عديل دقيقه. او الرد رواه البخاري، يكون الحلقه دي اتفرتقت حقتنا والحكومة لغتها وموضوعك باص، فإذا كده زول يقدر المصالح والمفاسد. وده أصلا البجود ده ما تقول أنا ماشي أهدي، ولو داري هداية كان جا سأل بأدب، يا شيخنا عندي سؤال، سؤالي كده، هل يجوز دعاء غير الله؟ الشيخ الجو شنو يا جماعة؟ بيجاوب له، لو ما عارف بيجي زول أعلم منه من أخواننا برضه شنو؟ بيجاوبه هكذا. فدي من أكثر الأخطاء اللي بتفشل الحلقات والمناظرات. ونهذا نعمل دورة في الكلام ده كله، في الشبهات وكيف تدير الحلقة ذاتها. الشغلة دايرة حرفنا من الزول وانتباه وذكاء، الزول ما يكون ما نبيه يخرب شغلته بيده. خليه كورك، هما واحد حيقول شنو يعني؟ حتى لو مش معاه ناس من جماعته ذاتهم وغيرهم، حلقتنا دي ننجحها ما تفشل الشيء الشغال. يا اخي في ناس بيجوك من الاسبوع الفات يكون اول مرة شاف الحلقة عند اخواننا، واول مرة يسمع كلام في التوحيد، المرة جاية بيربط ليه عديل، يجي من بدري يفرش شنو؟ الا كيس اسمنتي ولا حاجة ويقعد عشان يحضر. دولة انه نحن نقدم له الهدى والرشاد والايات والاحاديث، ولا اولى الزول الاصلا ما داير التوحيد الكورك من برا وبيشتم، اولى نمشي لذاك ولا اولى جانا من الساعة 3 والشمس داقة في نص راسه وما ودع عيش عياله، تلقاه شايل كيس العيش وقاعد كيس الطماطم وقاعد، اولى ده ولا اولى المجرم ذاك؟ فزول يكون فقيه، يكون عنده فهم، ما تضيع زمنك وتضيع الحلقه وتضيع الدعوه من حيث انك انت دار تصلح الناس، لكن ضيعت الدعوه ذاتها. الاصل حلقتنا دي، زول جا كورك حتى ما دعي له الا في حاله واحده، اذا جاء اعتدى على شنو؟ على المتحدث، شال له طوبه، شال له سكين، دخل جوا. هنا بين شنو؟ ما بنطعنه ولا بنقتله، لكن بنثبته بقدر ما هو شنو يا جماعه؟ يعني يدفع الصايل، فبنقوم نثبته وكذا ونمرقه وكذا، بعد ذاك اذا بقى الضريب ده موضوع ثاني، لكن نحن بنمد يدينا ونثبت الزول وننهاه عن العنف والضرب اذا شنو؟ اذا اعتدى على
الحلقة جوا، لكن كورك من برا حتى ما داعي له، حتى ما داعي له. أول ما كورك طوال الناس تعالي للمتحدث زيادة، أها، وتاني يا سلام صلى الله عليه وسلم واصل جوا، تنتبه جوا كده، الناس ذاتهم حينتبهوا جوا، لكن تبدأ تبقى زي ناس الكورة بتاعنا ذيل، كلهم بيجروا ورا شنو؟ كلهم بيجروا ورا كورة، ما شفت ناسنا؟ كلهم مر بهم جايين كده، ما نبقى زي ذيل نحن.